الفيديو شغال دلوقتي. بس اكسبلينج ميستريز يعني شرح الاسرار. ايه بقى الغامض؟ سر هابت دي حاجه يعني حاجه سيلز اند يو ار انيبل. انت ايه بقى؟ غير قادر. شو اكسبلينج جاي منها؟ صفه ميستريس يعني غامض بتساوي انكلير. اكسبلينج ميستريز لانجوج مودل فيربس اوف بوسيبيليتي اللي احنا بنسميها في اللغه. هناخد في الجرامر الاستنتاج لما اكون متاكد ان شيء حصل او متاكد شيء لم يحدث او عدم الايه اليقين. بناخد ماست ونفيها كانت، وبناخد مي ومايت وكول. مودل فيربس كانت مايت ماست بروجكت ريسيرش اند بريزنت ا فيموس ميستري. تقديم فيموس ميستري يعني ايه بقى؟ سر مشهور. طبعا الاله اللي عندنا دي اللي الويفنج ماشين. هنشوف بعض الكلمات اللي انت بتبتدي تسمعها في السجاله. اول فيرب عندنا ايه؟ يختفي. طب لو قلت ابير ابير وليس ابير من الافعال اللي ما بتاخدش مفعول. لذلك يعني لو انت جيت تختار كده اربعه من ضمنهم باسل يعني ايه؟ مجهول. كلمه ابير يظهر وديس ابير يختفي لا توضع في ازمنه المجهول. ليه بقى؟ لانها ما بتاخدش اوبجكت، ما بتاخدش مفعول. انا عشان احط الفعل بتاعي في المجهول لازم ابدا بايه؟ بالاوبجكت. يعني اوبجكت فهي ما بتاخدش مفعول. ابير يظهر، ديس ابير يختفي. امال في فيرب اسمه هايد يخفي اللي بيجي مع علمه مجهول. كابتن فلينت القصه فاكرين؟ هناخدها برضه يعني ورا بعضها كده. كابتن فلينت هيد ذا تريجر. طب احنا عاوزين ان ذا تريجر واز هيدن باي كابتن فلينت. يبقى هايد يخفي او يخبئ لها ايه؟ مفعول. ولكن ابير وديس ابير بدون مفعول مفيش في ايه اسئله الايه؟ انجيج تنفع مرتبطة أو مرتبط أو مخطوب أو مخطوبة يعني خاطب اللي يقصد. لها معنى تاني انجيجد بمعنى مشغول لخطوط التليفونات. أنا حاولت أتصل عليك بط ذا لاين واز مشغول بتساوي بيزي. وصلت؟ هنعرف بقى إن الشخص بتاعنا بقى اللي هو بتاع السيلز مانجر اللي هو بتاع النوبل ديان كان خاطب فتاة اسمها ايه بقى؟ سارة. is engaged to Sarah and is going to get married. وعلى وشك ايه بقى؟ الزواج. ماشي؟ بعد الكلام ده بقى سابها. engaged guilty قلنا على السبورة guilty وعكسها innocent اللي عاوز guilty. ماشي؟ الذنب نفسه guilt. mystery solve. solve يعني يحل. solve a problem. طيب لو قلت بقى solve math problem يحل مشكلة رياضية ولا مسألة؟ بروبلم لو جت مع الرياضة تبقى معناها ايه بقى؟ مسألة. ماشي؟ تنفع بروبلم وتنفع صامز اللي هي الايه؟ مسائل حسابية. ويبر اللي هو نساج. قلنا على السبورة ويب ينسج. طب ويبر نساج. ويبنج نسيج. اللون ارتفيشال انتليجنس ذكاء ايه؟ صناعي. احنا واخدين قبل كده ارتفيشال ليمبس اطراف صناعية. ارتفيشال بريدنج كلمة ارتفيشال اللي اولى ثانوي يعني نورمال وناتشرال ولا مان ميد؟ مان ميد يعني مان ميد. مش انا محذر من حصل فتره اخوانا مش هقعد احذر تاني لما اكون بتكلم اللي قاعد قدامي معايا في اللي انا بقوله 100% ما يقوليش اي حاجه تاني. يبقى لمون ارتفيشال ليمبس اطراف ايه بقى؟ صناعيه. عكسها نورمال ناتش وبتساوي مان ميد من صنع الانسان ماهيش طبيعي يعني. ارتفيشال كول كونديشن تنفع ظرف او شرط او حاله. طب لما اقول مثلا احوال الطقس في الترجمه تبقى ايه؟ ويذر كونديشنز. ماشي؟ طب بنود شروط العقد كونتراكت كونديشنز. كونتراكت ايه؟ او تيرمز. ماشي؟ هيلث كونديشن حاله صحيه زي مين؟ كوتج كوخ او بيت ريفي كريزي كاستمر ديسايد يعني بقى يقرر. طلع منها ثلاث اسهم كده بتاع الترم الاول. ديسايد تو فعل في المصدر. ديسايد تو فعل خليك بسرعه زي ما انا بقول كده. طب ديسايد اون اس معناه يختار. طب ديسايد ذات جمله. يبقى ديسايد ده كم شكل؟ ثلاثه. قول لي يا نبيل اللي انا قلت لك ما حدش يتكلم. دي كتبت عندك انا ده بكتب كم
تمشي براحتك خالص في زينك تحت. اقعد تمشي براحتك خالص. دي سايد بتاعت حرف جر ايه؟ دو ايه؟ مصدر او اون واسم او ذات وجمله. جاي منها بقى ديسيجن ياخد ايه وايه؟ فعل ايه وايه؟ ميك وتيك. ميك وايه؟ وتيك. ايرليير بقول فيما مضى، يعني لما يجي لك في القطعه دلوقتي في الاسئله اللي هبص له او بص لها مش معنى انزل اضرب. وماليش دعوه بنت او ولد بقى، لا تتكسر تتنيل، انا هنزل اتنرفز، مش هنحرق دمنا على الفاضي. اللي مش عاجبه ما عادش يجي تاني، ما عادش يدخل هنا. هيقول لك 15 years earlier، يعني من 15 ايه بقى؟ سنة. خلاص؟ هيجي لك في القطعة الوقت دي. efficient اللي بيكافئ. ظرف، طب اشيل ال واي. يبقى صفة معناها كفء. يعني لما اقول efficient worker ولا efficient engineer؟ efficient ولا efficiently؟ انا اقول عاوز اقول عامل كفء ولا الكفاءة؟ من بدون ال واي efficient worker. efficient ايه؟ طب علي وركس، علي يعمل efficient يعني بقى efficiency يعني بقى الكفاءة، عدم الكفاءة الاي ان. ايميتي بقول فارغ هدف، هتقابلنا الوقت برضه. بقى طبعا في الدول الاوروبية عشان الجو برد في كل بيت فيه ايه؟ فاير بليس. لوكال بيبول يعني سكان ايه بقى؟ محليين. بيبول صح او لوكالز. يعني اخد لوكال احط لها ايه؟ الانجليزي مفيش في الصفة جمع. الصفة بتبقى مفرد على طول. طب لما اجمع الاس اصلا هتبقى اس. لما اقول سكان لوكال بيبول، لوكال بيبول الطريقة الثانية لوكال. لو انا قلت المعلومة مرة واحدة وقلت أي طالب أو أي طالبة قوم وما قالش هيتعجن ضمير. مش من رأيي كده اللي ينفع معاكم بس. يا قدامنا بقى مجموعة تشتغل يا يعني نفضها خالص. قلت المعلومة مرة يبقى أنت قاعد جاي تقعد على الكرسي تبقى معايا. في حتة تانية تتضرب بالجزمة وتشتغل يا تمشي. يبقى لوكال بيبول صح أو لوكال. لوكال ماشينري حط عليها دايرة. بالترجمة عندك إيه؟ ميكانة أو آلات. ميكانة أو آلات. الكلمة دي شكل ماشين شكلها. بس دي تعامل معاملة المفرد ولا تجمع. يعني ايه على طول شكلها ماشينري؟ تترجم بقى آلة، آلات، معدة، ميكنة. أمال ماشين؟ جمعها ماشين مفرد وجمع. دي كاونتبل يعني معدودة. أمال ماشينة دي أنكاونتبل غير معدودة. مانوال ليبر بيقول عمل يدوي. يبقى الحاجة المانوال دي معناها ايه بقى؟ ريليتد متعلقة تو هاندز اليدين. يقول لك العربية دي اوتوماتيك ولا ايه؟ مانوال. ماشي يبقى مانوال دي معناها ريليتد تو متعلقه ب ذا ورك الاعمال دان باي هاند. بص ذات او ذا هاند. خلاص؟ مانوال اوفر يعرض اوبريت يشغل. بيجي وراها الاله. لما اقول اوبريت ده ماشين. واحد مش عارف يشغل اله التصوير يقول له مثلا كود يو تيل مي، ممكن تقول لي كده هاو تو اوبريت كيف ان ايه؟ وشغل ذا فوتو كابير. يعني فوتو كابير؟ آلة التصوير. يبقى اوبريت يشغل. لا معنى تاني يجري عملية جراحية. اوبريت لا معنى تاني ايه؟ يجري عملية جراحية. اوبريشن يعني اوبريشن؟ عملية جراحية. اوبريت تنفع يجري عملية جراحية. اوردينالي بروف يثبت او يبرهن. بروف. الاسم منها بروف يعني برهان او اثبات. يعني بروف دي ده اللي يعتبر ايه؟ ده الناو. الفعل منها بروف. ممكن بروف دي بتساوي ايفيدنس اللي هو دليل. خلاص؟ ريلايز يدرك. هتلاقي عندك افعال كتير قوي نهايتها اي اس اي او اي زد اي. يعني الاثنين صح. يعني هتلاقي الفعل عندك اخره كده اي اس اي. ممكن الاس دي تبقى زد. دي يفكرك ايه بقى؟ ريلايز ريكوجنايز. ريكوجنايز. هناخد كمان دلوقتي اورجنايز. يعني اورجنايز ها ينظم. كلها افعال منتهيه بايه بقى؟
واي اس سي او ايه او اي سي تي. طب ريلايز يعني ايه؟ ريكوجنايز. طب اورجنايز ينظم. ماشي. على دايره فاكر ستيل يصرف يعني شير مسروق مباشرة. ستيل ماني ستيل ماني ستيل والت ستيل يعني ايه؟ شير مباشرة. روبس لها كم استخدام؟ شير مسروق على طول او مفعول واوف. مفعول وايه؟ واوف. يبقى انت عشان تستخدم كلمة ستيل مكان روب تبقى في حالة الاشياء بس. ينفع ستيل مكان روب في البليسز؟ لا. يبقى البليسز مكسور على مين بس؟ روب. يبقى لما اقول لك اي اسم مكان افكر فيه بس روب. امال الاشياء اللي هي فعلين لو الشيء جاي دايركت يعني مباشر اخد ستيل. طب لو في حرف جر ومفعول يبقى مفعول واقف اخد ايه بقى؟ روب. طبعا روب لها معنى ثاني بقى. لا يعني المعنى بتاعه مختلف عن ستيل. لما قلنا في الترم الاول ستيل يسرق خلسه. يسرق ايه؟ خلسه. يعني لما تقول كده someone stole my mobile، واحد سرق الموبايل، يعني انت شفته خلسه؟ يبقى انت جيت ما لقيتوش. يبقى ستيل يسرق from behind your back، من ورا ظهرك. يسرق خلسه كمعنى بقى. امال لما تقول someone شخص ما روب مي اوف ماي موبايل، واحد سرق الموبايل بالاكراه، يبقى انت ايه؟ شفته حتى لو مش تعرفت عليه لو ملسم يعني، بس انت يعني الموضوع ده حصل قدامك انت. يبقى سرقه لان كلمه روب يسرق بالاكراه. امال كلمه ستيل يسرق خلسه. ستيل سربرايز مندهش انبليز انت يعني ايه؟ غير صادق. الصفحه الثانيه بقول بيل يعني شاعر او ايه؟ او بائد. سكيل ها؟ مهاره سبيشال. ثين يعني نحيف. وكلمه راست يعني ايه؟ طيب نشوف التكست الاصلي. بقول ات واز ثوتفول اوف ماي فريند. حط دايره على التعبير ده كله. ات واز ثوتفول اوف ماي فريند. دي له نعس برامج شويه. كلمه ثوتفول يعني عطف او مراعاه لشعور الاخرين. كان عطف من صديقي ان هو to his seat to the on the bus to an old lady. ناخد فعل ايه بقى؟ ها؟ اوفر. يعرض. اوفر يعني ايه؟ انا قلت على الصبرا من شويه ايت وفيرب تو بي وبعدين صفه وحرف جر ايه؟ اوفر. الصفه في الانجليزي بتترجمها بالعربي بقى؟ اس. فاكرين it was cruel of the boy to hit the cat؟ it was kind of you to help me؟ طب فين الصفه هنا؟ الصفة في الجملة دي thoughtful. اسمها اخوانا thoughtful زي كاين، مراعي لشعور الاخرين. كان ذوق منه يعني انه يسيب الكرسي بتاعه لسيدة كبيرة في السن في الاتوبيس. فالتعبير بدأ بإيه؟ وراها was. فين الصفة؟ thoughtful وحرف جر وبعدين الشخص اللي قام بالشيء my friend to offer. كان قسوة منه ان يضرب القط. it was cruel of the boy to hit كان كرم منك ان انت تساعدني. it was kind of you ها. يبقى التعبير ده كله زي ما قلنا على صبر الوقت friend to offer his seat to on the bus to an old lady. my sister lives in a pretty village. عايشه كده في قريه جميله with little wonderful. في wonderful ايه بقى؟ villas palaces castles cottages. cottages number ايه بقى؟ d. يعني ايه cottage هنا بقى؟ يعني ها اكوا. نكتب كده منزل ريف. كوتجز يعني منزل ايه؟ ايه؟ عليكم السلام. حضرتك فين؟ اخر الشارع الحمد لله. انت مش مصطنع؟ لا انا شغال الوقت والله، انا شغال الوقت. حضرتك يا رفيق العنوان نسيبه في البنك هناك. قلت له والله انا في اخر الشارع الكبير عند مدرسه الهندسه، مش عارف اسيب الشغل دلوقتي. في نهايه الشارع الكبير في الوسطاني. اه بس انا جنب المسجد. اتصل عليا واجي لك انا. هتتصل عليا لما تيجي وانا انزل لك انا. حاضر. ماشي اتفضل. يبقى عندنا كوتج يعني ايه؟
منزل إيري. بقول the news I got، بقول لك الأخبار اللي حصلت عليها was and made me very upset. جعلتني أبسط يعني منزعج. يبقى unpleasant يعني unpleasant. حاول بقى تركز عشان تحفظ الكلمات وانت لسه موجود. unpleasant يعني بقى غير صار. أكيد عكسها تبقى إيه؟ pleasant. صار أو بهيج أو ممتع. Men usually do hard labor which means they work with their hands. manual. ها؟ manual. يعني manual work. manual labor يعني عمل إيه بقى؟ يدوي. بقول لك عادة ما يقوم الرجال بأعمال يدوية ومعناها متعلقة بالشغل اليدوي. manual. After our talk بعد حديثنا we moved away and into a crowd of people. ها؟ disappear يعني disappear. اختفى. جنب كلمة crowd of people حشد من الناس. حشد آخر كلمتين. حشد أو زحام من الناس في الجملة. The car I bought، بقول لك السيارة اللي أنا اشتريتها كده is 10 years old، يعني عمرها كام؟ 10 سنوات. But it's still in very good. ها؟ الناس نامت ليه كده؟ يعني هي كونديشن عالي. السيارة دي أنا عمرها 10 سنين ولكن ما زالت حالة جيدة. يقول لك كونديشن ترفع حالة. ماشي؟ يبقى لو عاوز كلمة بتسويها بالظبط هنا. انتوا جنب كده بتساوي ستيت. ستيت اس تي اي تي اي. ستيت اس تي اي تي اي معناها حالة. دي بتساوي بالظبط اس تي اي تي اي. ستيت بتساوي كونديشنز. وانا اي جوت هوم بقول لك لما رحت الايه؟ البيت. طبعا هوم هنا ما بتاخدش ايه؟ حرف جر. قلت لك دلوقتي ان كلمة كونديشن يعني ايه كونديشن؟ بتساوي ستيت. بتساوي كلمة ايه؟ ستيت بمعنى حالة. طيب هنا بقول when I got home، قلت لكم في الحصه اللي فاتت اللي قبلها ان كلمه هوم وهير وذير ما بتاخدش حروف جر. when I got home I realized يعني ايه realized؟ ادراك. لازم تفرق بين realize ويدرك. امال ريكوجنايز؟ بتعرف عادي. the job of nearly disappeared because machines now do all the work. وظيفه ايه تقريبا اختفت؟ ويفرز نمبر سي يعني الناس سابون. يبقى ويب ينسب. طب ويبر نساك. طب ويبنج نسيج او المهنه نفسها. intelligence means the study of how to make computers do intelligent things. ها؟ artificial يعني artificial؟ ذكاء بقى اصطناعي. شايف بقى جايب الكلمات اللي قلتها لك دلوقتي. normal طبيعي natural made يكون انسان. مستر عثمان فيل when he shouted at his secretary guilty. شعر بالذنب كده لما زعق سكرتير يعني جلد. بعض الكلمات اللي في الجداول اللي اتقابلنا في الاسئله برضه دلوقتي. بقول انجري ويد غاضب من طبعا حط جار ويد. بي انجيج تو مخطوبه ليه. بي ماريد تو اخد بي وماريد تو متزوج. بي ماريد تو. ايرن ماني فيل سوري فور يشعر بالاسف. كم فروم كومبيرد تو بالمقارنه بي. كومبيرد تو ديسابير فروم فورجيت اباوت ينسى بشأن. فريندلي تو جيلتي مذنب. هاي فروم قلنا هاي يعني ايه؟ يخفي من. امال ديسابير وادبير؟ امبورتنت تو ليف لونو لايفز يعيش حياه وحيده. نيو تو ذا فيليج لما يكون واحد يبقى ها جديد في القريه. نيو حرف جر ايه؟ تو. متابعين يا اخوانا؟ هيجي اسئله عاده. نيو تو ذا فيليج يعني جديد بالنسبه لايه؟ القريه. سولف ذا ميستري يقول لي حل لوز. تيك كير اوف. جوين ان. ريمبر اباوت يتذكر بشأن. ريتيرن تو. سوري اباوت. ديسايد اون يعني ايه بقى؟ اه تفكير. انت ديسايد بقى كم شكل؟ ديسايد تو اون ذات. بقول ذا ايرلي ييرز يعني سنوات ايه؟ الاولى. نشوف الاسئله كده الصفحه الثانيه. As I was new while searching for a supermarket. New to يعني new to. فاهم الجمله؟ جديد بالنسبه لي يعني لانني جديد بالنسبه للقريه فانا توه وانا ببحث عن سوبر ماركت. You must organize. فاكرين يعني organize؟ عليك ان تنظم your time and work to succeed. تعمل ايه بقى؟ efficiently. يعني efficiently بكفاءه. جايب لكم بقى مشتقات الكلمه. اول كلمه efficient كفء. انا مش عاوزها هنا دي صفر. طيب inefficiently لعدم كفاءه دي ظرف برضه. طب اخر كلمه efficiency الكفاءه نفسها. فعليك ان تعمل بكفاءه باخد الظرف واخد efficiently. Have you decided a date for the wedding؟ ها؟ انت عندك a date يعني ايه؟ موعد او تاريخ؟
هل انت حددت تاريخ او موعد الزفاف؟ ده اسمه اهو، اخد ايه بقى؟ اون. هل حددت، هل اخترت موعد الزفاف؟ دي معناها كده ديسايد اون. ماي فادر واز ا فيري تشيرفول بيرسون، كان شخص تشيرفول صار او بهيج، مرادف كلمه تشيرفول بليزنت. When I got home I found a message stuck to the front door، وجدت رسالة كده يعني ملزوقة كده على الباب الأمام. ميستري ولا ماستري؟ ميستيريوس ميستري. انت عندك بعض النقط فيه مسج، يعني رسالة سر غامض ولا رسالة غامضة؟ غامض الصفة ميستيريوس، يعني نوت كلير أو بيج. It's better for anyone، يعني أفضل لأي شخص to forget their problems about. Forget about يعني ينسى بشأن إيه المشاكل. It's really hard for a mother، يعني صعب جدا على الام كده to bring up children، يعني bring up تربي الاطفال. اخيرا by herself او without help. Wish he would stop trying to prove himself all the time، بيقول لك عكس كلمه بروف. طب احنا بنعصب عليه بروف، يعني بروف مش بروف، لا هنا بروف يعني ايه؟ يثبت عكسها يمكن. The police are still investigating. هنا يعني يتحرى أو يتحرى أو يحقق. ما زال الشرطة تحقق في أو the rich man's appearance. نمبر إيه بقى؟ C. ما زالت الشرطة تحقق في سر اختفاء الرجل الغني. I tried so hard but still feel sorry. يشعر إيه بقى؟ للأسف. هناخد نقطة في نص القصص اسمها سيلس مانر، اللي هو الشخص اللي كان شغال ويبر، يعني ايه؟ نساس، وتعرض كده لحاجات كتير سيئة أثناء حياته يعني. بقول سيلس مانر از ا ويبر. از ا ويبر، ودي تمسك قلم وتابعني كلمة بكلمة. سيلس مانر از ا ويبر هو ليفز ان ذا فيليج اوف ريفو، يعني عايش في قرية اسمها ايه بقى؟ ريفو ان انجلاند. ذا اذر بيبول ان ذا فيليج، بيقول لك الناس الأخرى في القرية aren't friendly. لم تكن ودودة to Silas. ليه بقى؟ because he's new to the village. لانه جديد على القرية. and he lives alone. عايش ايه بقى؟ لوحده. ده بقى يعني حاله الوقت. هنجيب بقى حاله من كام سنة عشان نعرف هو جاي هنا ليه؟ كان في قرية تانية وازاي نقل القرية دي؟ 15 years earlier. ممكن earlier دي تبقى ago. 15 سنة ايه اللي حصل بقى؟ كان خاطب to be married. كان خاطب وعشان يتزوج تو اجاب من فتاه كولد ساره اسمها ايه؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ وان داي وايل سيلس واز تيكينج كير، اثناء ما كان بيعتني اوف ا فريند واز سيك، كان بيعتني بصديق كده مريض. ا باج اوف ماني ابيرد، يعني حقيبه مياه، حقيبه مال اختفت. هو كان بيزور صديق له بيعتني به، وصديقه ده كان عنده حقيبه اندر ذا بيت تحت الايه؟ سرير مليئة بالأموال اللي اختفت، مين اللي هيهتم فيها؟ سيلس مرن، ده اللي حصل له يعني. Disappear from under the beds، ذا فريندز بيقول لك واحد اسمه ويليام دان، اسمه ويليام دان، فاينز وجد ذا إيميتي باك، لقى شنطة إيه بقى؟ لقاها بس لقاها فاضية. يبقى أنت عندك الشخصية الرئيسية سيلس مرن. سيلس إيه؟ مرن، كان بيزور صديق له مريض، بيعتني به، إيه اللي اختفى من الصديق ده؟ باج أوف مرن. مين بقى الأكيوز دي؟ مين المتهم؟ سيلس مرن. واحد اسمه ويليام دان لقى الشنطه دي بس فاضيه. ماشي؟ افهم الحاجات دي بس. And the sales friends beside that is guilty. هو اتهموه ان هو يبقى مذنب of stealing the money. Later بعد كده ويليام فاضيه مارس ساره اللي هي كانت خطيبه مين؟ سيلس مرن. يبقى احنا نشوف يكون هو اللي اخذ الاموال دي. And the sales بعد كده بقى decides to move to the village. قرر ان بقى نيجي القريه اسمها اللي هي بقى ريفو، اللي وقعت فيها الوقت. عرفنا هو جاي ازاي بقى؟ اللي فات ده بقى القصه بتاعته. ذا اونلي ثينج هي كيرز اباوت، بيقول لك الحاجه الوحيده اللي بيهتم بها از هيز ورك از ا ويفر، يعني شغله كويفر، يعني نساس. كلمه ورك لما يجي معاها از يعمل ايه؟ يجرى جوب. اول سيلز وانتس تو دو، كل اللي عاوزه از تو ورك هارد اند هي كان از هي كان تو ايرن از ماتش ماني از هي كان، يعني يشتغل ويعني يعمل فلوس كتير. طبعا ايرن ماني او ميك
the richest man in أغنى واحد في ليفربول اسمه سكوير كاس. اسمه ايه؟ سكوير كاس. أغنى واحد في المنطقة اللي قاعد فيها اسمه سكوير كاس ده has two sons. عنده ابنين دانستان and Godfrey. The two sons have their own problems. عندهم مشاكل which they hide from their father. يخبينها عن والدهم. And they always want to have more money. كان دايما يكونوا عاوزين أموال. One night أحد الليالي a bag of gold. حقيبة ذهب is stolen يعني تسرق from Sila's house. من منزل مين؟ سيلا اللي هو سيلز مانور. يعني سيلز مانور راح المنطقة دي راح القرية واشتغل كتير وكون ثروة. إحدى يعني الشرط بتاعته سرقة. مش عارفين مين سرقها برضه. And the whole village joins in to look for it. The local people يعني الناس المحليين كده feel sorry for him and are more friendly to him. Silas is angry and wants to solve the mystery. عاوز يحل الإيه بقى؟ اللوج يعرف كده الشنطة دي مين اللي سرقها. لسه اللي جاي ده هنكتبها بالشرح بقى. One evening Silas returns to his cottage. رجع القرية كده and finds a small girl. رجع ولقى small girl يعني فتاة صغيرة sleeping near the fireplace. نايمة جنب الإيه؟ المدفأة. The girl is cold, كانت بردانة and hungry. Silas thinks اعتقد كده something must have happened. أكيد حاجة حصلت لها to her parents. لمين؟ لوالديها هي لوحدها كده. They might have an accident. ربما حصل لهم حادثة. He decides to look after her. Carno, he calls her وسماها إيبي. وسماها إيه بقى؟ إيبي. The other people in the village are surprised in that show, but they think that Silas can't be a bad person. استحالة يكون شخص سيء يعني because he wants to look after the girl. They also help him. كانوا يساعدوه. Silas is now happier. بقى الوقت أسعد في وجود البنت دي. He realizes daughter is more important to him. بنته الجديدة دي لو تبناها أهم من إيه؟ من الذهب. When Abby is 18, لما Abby بقى كبرت وصلت سنها كام؟ 18 سنة. اللي حصل سيلاس جولد is found. وجدوا ايه؟ الذهب بتاعه اللي كان رايح ده وجد. ماشي؟ And returned to him. رجع له. It was Dunstan. مين اللي سرقه بقى؟ Dunstan اللي هو ابن الرجل الغني اللي هو كان عنده مشاكل مالية. It was Dunstan. يجوز الإشارة للعقل بإيه؟ شايفين الجملة؟ It was. صح ولا غلط دي؟ صح. يجوز الإشارة للعقل بإيه؟ إنه كان الشخص ده it was Dunstan who took the money all those years ago because he didn't want to ask his father for money. Godfrey is sorry about what his brother did and thinks Silas must be angry with him. He and his wife offer to look after Abby. However, برغم من كده Abby wants to Silas decides to return to his village. He was to groove. كان نازل هناك عاوز يثبت that he wasn't guilty. راح القرية عاوز يثبت انه ايه؟ مش مذنب for stealing of stealing all those years earlier. When he arrives لما وصل هناك he finds that شايفين when he arrives يعني عندما وصل ليه arrives هنا ما خدتش آت ولا إن؟ هنا فيش وراها بليس يعني مستخدم هنا كفعل ايه بقى؟ لازم عندما وصل ما ينفعش اقول when he reaches غلط gets to احنا بنشرح في الترم الاول مين اللي لازم الرايت اللي ممكن يجي من غير بليس يعني يعني الجمله دي ما ينفعش اقول when he reaches when he gets to غلط بس ممكن when he arrives عندما يصل he finds that everything has changed وقت كل حاجه ايه تغيرت and he can't find anything that he used to know لا كل حاجه اتغيرت ما لقاش حتى الناس اللي يعرفها عشان يثبت لهم ان هو مش هو اللي اتصرف يعني Silas feels that now he can now forget about يتناسى كده ينسى يعني this unpleasant part of his history and returns happily to Ravel. رجع تاني لمين؟ القطعة اللي جاية بتتكلم عن سيلز مارنر وهو بيشتغل ويفر يعني نساس ازاي كان بيشتغل بجد. Hello husband come and sit down and I will get you some water. Look it's 8 o'clock at night and Silas Marner is still working. الساعة 8 ليلا وسيلاس لسه بيشتغل. He must have got another new customer. ربما أو مؤكد إنه عنده زبون جديد. Yes, that must be why he is working so late. I don't understand why he always works so hard or so much. يعني مش فاهم هو اشتغل بجد ليه كده. He might have lost. ربما فقد a lot of money. الجملة دي بتقول لكم بقى اللي هو الجرامر بتاع الوحدة اللي هو الاستنتاج.
ربما فقد أموال كثير while he was living in the north, but all his customers are so happy with the things he makes. He can't have lost money. مستحيل يكون فقد أموال. I have heard that he could stop working now if he wanted. He has got bags and bags. عنده شنط وشنط full of gold coins. Really? Just don't really like weavers. I think weaving, أعتقد weaving يعني بقى النسيج is a very strange job. وظيفة بقى غريبة to have. Why can't he work as a farmer or a fisherman instead of crazy new machines? I know when you what you mean talks yeah. What's happening to the world today? Soon there won't be any jobs for people like us who don't do anything to do with these machines. Workbook take off Silas Mariner begins in the English years of the 19th century. تبدأ في القرن 19 سنة 1800. Only a few weavers. كلمة only a few. Only a few. قول لي ايه؟ أفيو. قول لي وراها فيو ولا أفيو؟ أفيو. طب بعد كلمة أفيو في ايه بقى؟ اسمي ويبر. اسمي يعد ولا يعد؟ يعد. يعد. يبقى في عندي كلمتين. قول لي. أفيو. وقول لي أليتل. تعرف تفرق بينهم؟ بادئين بإيه الوقت؟ لازم ايه؟ لازم فيو اسم ايه؟ معدود. طب ليتل؟ غير معدود. بس ده الفرق بين الاثنين. اسم يعد اخد فيو. طب غير معدود؟ ليتل. A few weavers in the countryside and they usually look the big. اللي بيشتغلوا مساجين كده كان يبدو على وجهه الايه؟ انه compared to the people who work in the fields. المقارنة شغالين في الحقول. Trust in one. لا يثق في اي شخص كده who was clever and they didn't like in one who had seen the world outside their small village. Weavers had a special skill. كان عندهم مهارة خاصة and they usually came from large towns so they often lived lonely lives. بيعيشوا حياة بقى وحيدة. هنقرأ بسرعة كده اللي على الشمال كده بيقول لك ان الاقتصاد ده كان بشكل سايد ايه دلوقتي؟ سايد اون سايد ايه؟ بلاد. فاكر الفرق بين ستيل واوروب؟ ستيل يا ليه ايه؟ قول لي افيو معايا معدود. طب قول لي ليتل. طيب هقرا بقى رقم 4 اللي تحت خالص. كلوت جبتوها. كلوت يعني بقى قماش. ده القماش بتاع بالمتر ماشي. يعتبر uncountable غير معدود. بقول لك ماي فادر بوت ا سوت. اشترى بدله ميد اوف جراي كلوت مصنوعه من ايه؟ من قماش كده لونه ايه بقى؟ رمادي. كلوت اللي هي الملابس بالاي اس. اسم جامع ملوش مفرد. اللي عامل عملت الجامع طبعا. Don't forget to bring some clean clothes with you. Clothes اخرها ايه؟ يلبس او يكسو. My children are fed and clothed by their mother. Clothed مرتدي اللي بتساوي كلمه wearing. It was I was fully clothed when they arrived. Clothing مضاف لها دلوقتي؟ لا يعد. ما ينفعش تضيف لها اس. المضاف لها ان جي قريبه قوي من كلمه clothes اللي هي بقى بالاي اس. لذلك مش فرق بينهم كبير يعني. You will need waterproof clothing. اكتبوا جنب بعض كده. ستحتاج الى ملابس ضد المياه. ستحتاج الى ملابس ضد المياه. You will need waterproof clothing. لو انا شفت clothing بالاي ان جي وحطيت clothes بالاي اس صح. مش فيها مشكله. اكلوت لما اخد كلوت بقى اللي معناها قماش واحط لها ايه؟ او اس يبقى قماش قطعة قماش لغرض معين وليكن مثلا كليننج يعني تنظيف وايبنج المسح او داستنج زي التراب. The gang العصابة بلاند تو ات ذا اكسشينج بات ذا جارد ستوب ذيم. يعلم كده انت فين تبونه؟ بعض النقط فين المكان؟ روب. There is milk on the floor over there. Could you get a piece of? ممكن تجيب قطع قطع ايه بقى؟ قماش زي الفهنه كده عشان نمسح بقى. يبقى ناخد ايه بقى؟ الاولى اللي ممكن تاخد بيس اوف كلوت الاولى بس. قطعه قماش كده تستخدم لغرض معين. رقم ثلاثه مطلوب كام نقطه؟ بقول لك ده جانج العصابه ده بانج جليس اهو اند اول ذا ماني. ها؟ نمبر بي. طب رد ليه؟ عشان بقى ستور اول ذا ماني. علمت
only friends. A few. ها؟ A few. قلت لك only. ويورا a few أو a little. ده الفريندز دول إيه؟ هناخد a few. My wife has decided. قررت كده change the decoration of our room. Good. Decide. Do. كلمة change هنا اسم ولا فعل؟ فعل. الزوجة قررت أن تغير decoration. الديكور بتاع الحجرة. To. To لأنها ده فعل. Decide to change. دي معناها فعل أخوانا يغير. In rainy places في الأماكن الممطرة كده people may need waterproof clothes. إيه بقى؟ I couldn't return home. ما قدرتش ارجع البيت كده as I had only money. طب انت عندك money ناخد ايه بقى؟ a little money. a little ايه؟ money. A thief my son of his mobile. Stop. بعد النقط في ايه يا اخوان؟ my son. ده شيء؟ ولا ما تقولش وراح حط مجرى ايه وبعد اوف هيز موبايل الشيء اللي اتسرق يا اولى ثانوي هيز موبايل غير مباشر ولا ما تقولش اوف بناخد روب يعني شخص ما سرق الموبايل بتاع الولد بالاكراه The police could arrest the thieves. بيقول لك الشرطة قدرت تقبض على الفلوس كده. هو ذا جيورلي ستول. يعني ايه جيورلي؟ Yes. I am a regular. بقول لك رحمة has to work hard to that she really deserves the job. يعني بروح يثبت رحمة تعمل بجد حتى تثبت أنها فعلا تستحق الوظيفة. فين تستحق بقى؟ deserve. يبقى بروح I am a regular and you could or you should give me a big discount. أنا regular إيه بقى؟ customer. ها؟ customer. أنا customer. زبون. أنا customer. زبون. معنى الجملة كده أنا زبون منتظم ويجب عليك أن تعطيني big discount. يعني خصم كبير أو تخفيض كبير. big discount. next. As my children have left home, my life seems إيمتي بلا هدف يعني أو خاوية. إيمتي I to carry the old lady's shopping bags for her. Offer. Number A. أردت يعني I offer. I felt really about not helping my friend. Guilty. Number B. شعرت بالذنب يعني. 20 years after the event the old man's death has been a mystery. Number B. يعني لسه برضه إيه In the lemon factory. ناخدها ولا؟ ويفر. هو بيصنع في الاخر كده بيصنع كلوز يعني ايه؟ لابس. كلمة لينن فاكتوري اللي في الجملة مصنع كتان. مصنع كتان. نوع من الأقمشة يعني. لينن فاكتوري. The police are looking for the two girls who while walking home. Disappeared. I was sitting on the balcony when I saw a man entering our room. Mystery ولا mysterious? Mysterious man. شخص يبقى غامض يعني ما نعرفوش. I couldn't understand how to the new washing machine. Upgrade. Number C. بمعنى بقى؟ شغل. أنا مش عارف أشغل الآلة إزاي. I couldn't go to the parents meeting so my wife went. ما قدرتش اروح الزوجه راحت بدلا مني. instead الاولى طبعا بدون املا. مكرم كود اني مات بروبلم وانت ها يعني صلب يا حلو. هلا تو بي ان اونست جيرل وين شي ديليفرد ا باج اوف جورلي شي هاد فاوند تو ذا بوليس ها بروب نمبر بي. ايه اللي انت فاهمه من الجمله؟ هلا اثبت انها فتاه امينه عندما سلمت حقيبه ايه مجوهرات وجدتها للشرطه. رانيا از تو ريسبكتد يونج مان دي ار جوينج تو جيت ماريد سون. جيت جيت يعني مخطوبه. نمبر 3. ماي از تو ريسبكتد يونج مان دي هاف تو تشيلدرن. انجيج يا اولى ثانوي يعني مخطوبه. امال مريت اللي فاتت دي خدنا انجيج تبديل. ايه اللي عرفك مريت صح؟ لا تو تشيلدرن خلاص اللي هي نمبر اللي هي الجمله الاخيره ناخد مريت.
It was very cold, so we sat in front of until there is late in the night. Fireplace. The boys decided to rent bikes, إنه أجروا عجل يعني. And Adam the activity. Join number D. يعني انضم يعني راح معاهم. Under what do you think plants grow best? Under what conditions? يعني condition ظروف. تحت أي ظروف تعتقد أن النباتات تنمو بشكل أفضل؟ معنى السؤال ده كده. تحت أي ظروف؟ Under what conditions? Although the students are finding the beginning of the course difficult, there and the teacher is stopping them from giving up. Mystery, Weaver, truth, trust. Trust. ثقة الأخيرة بتساوي إيه؟ Confidence. الثقة بتاعتهم كده تخليهم كده يعني لا يستسلموا. Karma was angry after her conversation with her sister Hanin. Unbelievable. أنا كده غاضبة. One of the tips تحتها tips تنفع نصائح ماشي وتنفع بقشيش حاجة بدها فكة كده لإيه شخص يبقى one of the tips that I learned ناخد إيه friendly all ناخد إيه بقى two friendly two the tunnel اكتفوا عن النفق the tunnel معناها نفق The tunnel was dug with the aid of. Aid يعني مساعدة. تم حفر النفق بمساعدة هيبي. نستمتع شوية يا اخوان. اكتماليا ميكنة او معدات بس ما بتتجمعش. لو انا عاوز بقى اقول مكانها ماشين هتبقى هيبي ماشينز. مفروض يا جماعة. آلات ثقيلة. دي معناها معدات او ميكنة ثقيلة. يبقى ناخد هيبي ماشينري. In this shop, في المحل ده, you can only take two items off into the changing room. Clothing. Number إيه بقى? C. ملابس. قلت لكم كل ما يجيب clothing بيشيل إيه بقى? Clothes. اللي هي معناها ملابس مفصلة يعني. The police are looking for a suspect. كل suspect مشتبه فيه. Suspect يعني مشتبه فيه. الشرطة تبحث عن مشتبه فيه. هو a corner shop yesterday. انت عندك كورنر شوب يعني محل عناصر بليس ناخد يا اخوان طالما ما كان ناخد ايه؟ ناخد هروب ده كورنر شوب ذا رابر التاج ذا شوب كيبر اند ذا ستور اوف جيورلي انت عندك ستور واوف وجيورلي متاكد روب روب يا اخوانا بيجي وراها مفعول عاقل او غير ايه؟ عاقل وبعدين اوف والشيء اللي اتشرق الحاجه اللي ايه؟ اللي هي اتاخدت هنا جيورلي ولا ستور؟ هو سرق الستور المتجر نفسه ولا المجوهرات؟ هناخد ايه بقى؟ روب لو جبت كلمه ايه؟ ستور اوف. طيب فاف ذا كلاس روم بيقول لك نص الفصل يعني واز ايميتي كان فارغ بيكوز اوف ذا باد ويذر بسبب الطقس السيء مرادف كلمه ايميتي عاوز كم كلمة هنا؟ ناخد ايه؟ بلانك وفاكانت ده موجود في الجداول بلانك وفاكانت وقيمتي يعني فارغ او خالي حتى لما اقول مثلا فاكانت جوب وظيفة خالية خدناها طيب ولا لا؟ فاكانت المقسمة دي واخدينها As my son went out without having his breakfast his face looked pale وجهه كان شاحب كده مرادفها ايه بقى؟ فين؟ نمبر بي وفيدد فين؟ فيدد Mothers always do great work. بيعملوا عمل عظيم كده to their children. Care for number C. Take care of number D. Too enough money for your family. You must work hard and look creative. Earn make. Earn make. Except earn make. هذا صفحة 231 كده. فؤاد sent me a letter thanking me for the invitation. بيشكرني بعد الطلبة ولايت نمبر ايه؟ دي رسالة مهذبة يعني.
He didn't watch out. لم يلاحظ كده أو تفرق من الميدل أوف ذا رول. رول نمبر دي يعني هو بقى صخرة أو غيرها أو صخر. I don't like living in the city as it's all so noisy. يعني noisy. مزعجة. أخذنا الحاجات دي؟ احنا هنا؟ لا أجمل احنا واجب بس احنا ما شرحناش نكمل يعني ايه كراودد اخر كلمة؟ I think that the English are the best at the school. Stop ولا group؟ طب stop بي ولا سي؟ سي الايه؟ stop يعني هيئة موظفين أمال group؟ طاقم بليني على طائرة شيف سفينة بوت مركب أو طاقم acting يعني تنسيق The team daily at the beginning. Training. At beginning of the number five, ناخد ايه؟ Training. نقول يا جماعة يتدرب. خدنا الفعل هنا عشان نلمش مع سياق الجملة. الفريق بيتدرب يوميا في بداية كل موسم. ركز بقى في رقم 6 اللي وراها. Training. The team do بيقوم ب hard. عاوز فعل برضو؟ عاوز اسم. طب انا عندي ثلاث اسماء. Trainer. تريني تريننج تريننج نمبر دي انا عاوز تدريب مش عاوز اقول مدرب ولا متدرب بيقوم بتدريب شهر في بدايه كل موسم هانا از اوف تراينج نيو ثينجز از شي از فيري كوشس اند شاي افريد نمبر سي افريد اكتب لي في الجمله بقى كوشس جبتها حذر وشاي خجول بتخاف تتجرب اي حاجه لانها حذره وخجوله. My uncle is a professor at the of the economics at Ken University. Department number 8 اكتب جنبها قسم. عم او خالي يعمل في قسم الايه الاقتصاد في جامعه القاهره. Economics اللي هو الاقتصاد. Mona likes working in she takes a huge commission on every product. Sales. مبيعات. نترجمها عشان اللغة بقى. منى تحب أن تعمل في المبيعات فهي تحصل على يعني ايه huge commission؟ عمولة ضخمة. commission يعني عمولة. نكتبها عشان دي الترجمة. تحصل على عمولة ضخمة على كل برودكت يعني ايه؟ منتج. On every product. If you hurt someone's feelings, لو انت بتجرح مشاعر ايه؟ شخص you should apologize. يعني apologize؟ يعتذر. خلاص؟ All Egyptians, محمد صلاح as an Egyptian hero. Number قبل ما تقلب كده يعني ايه regard؟ تحية. تحية. هي hero يعني ايه؟ واخدين يا اخواننا ريجارد تحيات كاسم دي فعل دي معناها يعتبر سو كونسيدر سو كلمه كونسيدر يعتبر او يرى جميع المصريين يعتبروا محمد صلاح كبطل مصر ايجيبشن هيرو دي بتساوي كلمه كونسيدر I made a bad mistake يعني عملت خطا كبير I made a big a bad mistake for which I have to apologize لازم اعتذر عليه He told me that his father sent me his regards. دي معايا بقى؟ تحيات. ماشي؟ بعت لي تحيات وبعت لي سلامات وزي ما احنا بنقول كده باللغه العاميه هي دي كده. زي اسمي بقى. I didn't like that meal as it was. ما حبيتش الوجبه دي لانها اندر كوكت يعني نيه او غير بطن ايه؟ جيده. بتساوي كلمه روح. غادة is very she always makes time to listen to her friends problems. جايب لك بقى العيلة بتاعت سبورت لازم تكون حذر بقى. هالة دي ايه بقى؟ سبورت بنمبر بي صفة يعني اقول ثانوي داعمة يعني ايه سبورت؟ صفة من كلمة سبورت يعني داعمة لأصدقائها. The next election اكتفوا على الانتخابات معناه الانتخابات القادمة the next election انتخابات القادمة in my area will take on April 15 take أنا أستطيع بس القلم كده مستنس لو قعدنا نتكلم 100 سنة take place ولا أبليس place يا نمبر بقى بيحدث هتحدث كده في التاريخ ده
I have at the governor's office. مكتب المحافظ at 9 tomorrow morning. أنا عندي بقى في مكتب المحافظ. appointment يعني موعد. لدي موعد. قلت لك الحصة اللي فاتت have appointment. لدي موعد. أمال make appointment. حد موعد. هو رايح عشان عنده معادي. أنا أخذ بقى have. God is the key to success in everything in life, especially business. ايه بقى اللي هو مفتاح النجاح؟ Good management. Good ايه؟ Management. يعني management؟ الإدارة الجيدة. الإدارة الجيدة هو مفتاح النجاح وخاصة في الأعمال التجارية. Parents try to their children as much as they can. Support. يعني support. يلا عم بتسوي هيل، بتسوي ايه؟ بتسوي reinforce. Support. He a holiday for a fortnight. تحت الخط fortnight. يعني ايه fortnight دي؟ فورتنايت كلمة غريبة كده معناها أسبوعان أسبوعين يعني يعني تساوي 14 days 14 يوم أو 2 weeks اسمها فورتنايت تاني فورتنايت معناها أسبوعين أو 14 يوم ناخد إيه بقى؟ بوك يعني بوك يعني هو حاجة أجازة لمدة إيه بقى؟ أسبوعين أسبوع واحد مش كفاية All the employees, كل الموظفين in this in his company are efficient. Efficient يعني هوب and respectful to their employers. Number إبقى B. الموظفين أكفاء ومحترمين يعني مظلين احترام the employers. أصحاب إيه العمل. Number B. I for the job of secretary, but I haven't received a reply yet. أنا عملت إيه بس لسه ما تلقيتش. Apply. Number B. Applied for يعني تتقدم بطلب. Please can you tell me where the accounts is? ها؟ Department. يعني department. قسم الحسابات يعني. Two members of our will accompany the students on a school trip. A ولا C? C. اكتبوا كلمة أكمل الجملة يرافق طبعا يرافق أو يصطحب يعني معنى الجملة كده اثنين من أعضائنا سوف يرافقوا الطلبة في رحلته المدرسية يعني بقى أعضاء مدرسة اصطاف يعني The world youth is held in Egypt every year conference يعني conference مؤتمر الشباب العالمي يعقد في مصر كل عام ممكن الكونفرنس أو فورم يعني منتدى I don't care if he doesn't come to the meeting. It doesn't mean. كلمة I don't care يعني لا أبالي. ما يهمنيش هيجي الاجتماع ولا لا. أنا لا يزعجني ذلك. You can complain when you receive bad treatment. Make. ها؟ Make. ولا سمع عليه complain. قلت حسب تاخد إيه بقى؟ Make. يمكنك تقديم شكوى لو تلقيت bad treatment. لا بنطقش ده ينطق امتى يعني باد تريتمنت هناخد هنا بقى جملتين كلمتين لطيفين ماي فادر بريفيرز تو ريفير ايفريثينج باي هيم سيلف بيحب يعمل كل حاجه بنفسه ريفير ده عكس دامج دامج بريك دامج وايه عكس يصلح يبقى يقدم الريال ليدر بيقول لك القائد الحقيقي ذا وان هو سبورتس ذا امبلويز مراد الكلمه سبورت encourage ايه بتساوي كلمه سبورت وين ماي فادر هوم هي هوم بتاعه فكر لا حاجه ايه بقى جود ارايف بس جود ارايف من غير حاجه A robbery last week and a huge amount of money was stolen from the bank. صوت مسلح وقع. Took place. وإيه كمان؟ Occur. في اثنين بمعنى إيه؟ يحدث. I am sorry to you, but the music is really loud. بدر وإيه؟ والنار. بدر والنار. نقطة أول صفحة 237 زي المجموعة اللي فاتت. 237. صفحة واحدة. فاوز يعني نقعد نزوم كتير كده صفحه واحده خدت الحصه اللي فاتت ضمائر ايه؟ الوسط فاكرينها؟ ده اسئله عليه والباقي واجب الحصه الجايه اياك حد يقول انا نسيت الكتاب انا بعد كده سمعت اي حاجه شفت اي حاجه مش عاجباني انزل اضرب من هنا لغايه ما نخلص ما عدتش ابص للطالب واكشر له كده واتضايق نفسي هنزل اضرب جنب الناس كلها اهو وفاء السمان
really honest and hard work. وفاد عاقل غير عاقل ينفع مع وفاء او الهوس؟ لا. ليه؟ لان مش رئيس مملوك. ينفع هم؟ لا. ليه؟ لان وفاء فاعل وهم ليه؟ مفعول. هاخد هو بقى ولا هو اس؟ هو اس عشان وراي صفه. دي طريقه حلنا للاختياري اللي احنا ابتلينا به. الاختيار ده بلاء جاي علينا كده. الاختياري لازم استبعد ما انتش فاكر في الاربعه. دكتور عايشة used to go with her father to meetings. عاوز بقى كلها ويتش صح؟ الاجتماعات تاخد ايه؟ هات ويتش. يبقى انت بتروح للاسم بياخد حرف جر ايه؟ هات ويتش. Have you seen I bought from London؟ حط دار عليها بقى. هل رأيت ما اشتريته من لندن؟ هو لسه شاف؟ يبقى حاجه لسه غامضه. تترجم التي ولا ما؟ ما. طالما ترجمتها ما يبقى وات. لغايه ثالث ثانوي الطالب بيغلط وات ويتش. هنا اخد ايه بس؟ وات. She asked me where I had been. I replied I can't tell you. سالت انت كنت فين؟ ورديت قلت لا مش هاجبك يعني. ريبلايد ده حرف جر. يا اولى سنه مش كلها فيها ويتش؟ يبقى انت لازم تحدد الفعل او الكلمه اللي هتاخد حرف جر. ريبلايد تاخد ايه؟ يبقى تو ويتش. The writer wrote many books. She argued for a more positive role. يعني دور ايجابي اعظم او اكثر for women. At which. At which. اوليفر تويست وبعدين كوما. Written by Charles Dickens was a great success. كانت حققت نجاح عظيم. Writing written was written which written. اوليفر تويست اسم ايه بقى؟ رواية. عاوز اقول بالعربي يا اولى ثانوي. اوليفر تويست التي كتبت بواسطة تشارلز ديكنز. التي المفروض اقول ويتش او ايه؟ او ذات. طب دي جملة اعتراضية. ويتش ولا ذات؟ ويتش. ويتش واز ريتن موجودة؟ التعبير اللي بيقول ويتش واز ريتن موجودة؟ لا. انا عندي في التعبير ويتش ريتن اخيرا ناقصة ايه؟ واز. طيب واز ريتن ناقصة ويتش. يبقى اخد ايه بقى؟ ريتن. المعلومة دي ما اتقالتش؟ التصريف الثالث يعمل عامل ايه؟ صفر. لانه مجهول المكتوبه. بص they said something very cruel. قالوا حاجه قاسيه جدا. I think they should apologize. apologize تاخد ايه؟ for which. The man, the bus is my brother. الشخص اللي سايق الاتوبيس ده اخويا. يبقى الشخص ده فعل ولا مفعول؟ فاعل. ينفع اقول that driving؟ ناقص ايه؟ أول كلمة غلط. أنا بسألك ناقصة إيه؟ إز. ناقصة إيه أول سنة؟ إز. طيب ينفع هوم درايفز؟ لا. لأنه فاعل. ينفع هو درايفنج؟ لا. ناقصة إيه؟ إز. آخد إيه بقى؟ درايفنج. أنا خدت بقى هنا حذفت إيه؟ هو أو ذات وخدت فعل مضاف له؟ يعني الجملة دي لها كام حل؟ ثلاثة. هو إز درايفنج؟ اثنين. ذات إز درايفنج؟ ثلاثة. درايفنج. يعني هنا اسم فاعل يعني القائد. People stealing are in prison. الناس اللي بتقبض عليها بتسرق بتتسجن. ها؟ كوت. لا امال هو كوت ناقصه ايه؟ ناقصه ار. ناقصه ايه؟ الناس التي يقبض عليها وهي تسرق تسجن. هو كوت المفروض تكون هو ار كوت. فانا هاخد ايه بقى؟ كوت. This is all I have done. هي قلت بتاخد ايه؟ that. All that. The man on the train last week was an old classmate. الشخص اللي قابلته في القطار ده كان زميل دراسة قديم. مين اللي قابله؟ يبقى الشخص ده ايه؟ مفعول. ينفع هوز؟ ينفع ميتنج؟ طيب هو مت غلط ولا صح؟ غلط. ناقص ايه؟ ار. ار. هو اي ميت ناقص ار. طب ناخد ايه بقى؟ دي تتقال بكام طريقه بقى؟ اربعه. ولا كلمه اشرحنا. هو اي ميت. اثنين. اي ميت. ذات اي ميت. ثلاثه. هوم اي ميت. اربعه. اي ميت. هو وهم وذات واحذف لان ده فاعل مفعول ايه؟ عاقل. الشخص اللي قابلته كده اتضح ان هو اولد كلاس ميت.
I can't believe all I read. كلمة تقول ناخد ايه؟ I can't remember you told me about Amin. أنا مش فاكر ما قلت عن أمين. ما؟ ها؟ What? طب آخر جملة. The girl in the street is trying to catch the bus. ها؟ Running. طيب. Is running رأس ايه؟ Who أو that؟ وهو؟ It is. يبقى ناخد ايه بقى؟ Running. بيت الأسئلة كلها واحد.